على هامش الاحتفال بعيد الشرطة، نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2023 بأكاديمية الشرطة. المعرض شهد حضورا من كافة فئات المجتمع، ضم التكنولوجيا والأدوات التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية، وذلك لتقديم الخدمات الأمنية والجماهيرية. في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة 71، نظمت وزارة الداخلية المعرض السنوي لعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية والكلية الإكليريكية وذوي الهمم ورجال الإعلام والصحافة وأسر الشهداء، إضافة إلى قيادات وممثلي قطاعات وزارة الداخلية. وجود عدد كبير من الشعب المصري للمشاركة والدعم والمساندة ده إضافة كبيرة. المصريين كلهم مفروض يحتفلوا بيه، لأن ده بيعبر عن اليوم اللي استشهد فيه رجل الشرطة وهو بيدافع عن مصر في معركة مهمة جداً في الإسماعيلية. شرف ليا طبعاً إن أنا أكون متواجد النهاردة، ويا رب دايماً كده ربنا يحفظ مصر وشعب مصر وشرطة مصر وجيش مصر. احنا قد المسؤولية، احنا حالفين القسم، مصر بلدنا وقوية واللي يكره هنقسم. شهد الحضور عروضاً متنوعة قدمها طلبة وطالبات كلية الشرطة تعكس جاهزيتهم وكفاءة عمليات الإعداد والتدريب داخل الكلية، كما تم تقديم عروض للفروسية وكذا كلاب الأمن والحراسة، فضلاً عن العروض الموسيقية. مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عادية وأدي المسؤولية. الاحتفال النهاردة الحقيقة احتفال جميل وليه طبيعة خاصة. أجمل لقطة أنا شفتها مشاركة الأطفال والأسر مع بنات ورجال الشرطة. مصر جميلة بالرجالها، رجال الشرطة ورجال الجيش، ربنا يقويهم يديهم الصحة ومتفوقين، ودايما هم دول الأمان والحض الآمن لكل الشعب المصري. بجد بشكرهم من قلبي على المجهود اللي بيعملوه كل سنة، وكل سنة هم طيبين، وعيد سعيد عليهم يا رب وعلى وزارة الداخلية كلها. نشكر طبعا كل رجال الشرطة طبعا على الواجب الوطني اللي بيقدموه لينا دوت، وبجد احنا فخورين بيهم. احنا بنحب خالص كل سنه نيجي نشارك هنا المعرض ونشارك ان احنا نحتفل معاهم بعيد الشرطه. وانا فخور ان انا حرم شهيد، وفخور ان انا موجوده في المكان ده النهارده، والحفله جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. شفت اشياء رائعه وكنت مبسوطه جدا جدا، وكل سنه وانتم طيبين عشان عيد الشرطه. الفريق كان جميله جدا، استمتعنا بكل العروض اللي فيها، كان فيها عروض متنوعة ومختلفة كتير جدا. فرحت جدا بالاستعراضات الحلوة قوي دي، وكمان هم وزعوا هدايا حلوة قوي على الأطفال. المعرض تضمن أحدث المركبات والمعدات والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها مختلف قطاعات وزارة الداخلية لأداء مهامها الأمنية والخدمية، وتجول الحضور بين جنبات المعرض وسط إعجاب كبير بحجم التكنولوجيا المتطورة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، وفي مقدمتها سيارات الأحوال المدنية المجهزة بأحدث أجهزة الإصدار لمختلف مصدرات قطاع الأحوال المدنية، حيث قام بعض الحضور باستخراج الأوراق الثبوتية من هذه السيارات، وكذا سيارات المرور المجهزة بأحدث أجهزة الرصد المروري وسيارات الحماية المدنية والنجدة والمدرعات. كل مرة فعلا بيبقى فيه تكنولوجيا جديدة وفيه فكر جديد، إن شاء الله يا رب دايما كده من خير لأخير لأحسن من كده كمان إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل أفراد وضباط الشرطة بخير وأسرهم وأبنائهم. ربنا يحفظ أولادنا ويحفظ جميع رجال الشرطة اللي بيحموا البلد وبيحفظوا الأمن والأمان في البلد. كلمة شكر لرجالة بيوصلوا الليل والنهار للعمل على حماية أمننا وسلامتنا. مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. تم شاهد البرامج التوعوية بمخاطر المواد المخدرة وجهود وزارة الداخلية في التصدي لها، وأثنوا على جهود وتضحيات رجال الشرطة في كافة مجالات العمل الأمني. كل عام وهم جميعا بخير، وربنا يقدرهم ويقويهم
وهم سندنا وظهرنا طبعا وايد في ايد باذن الله معاهم على طول. شفنا تدريبات جميله جدا وقدرنا احنا كمان نشوف التطور اللي حصل في الشرطه خلال الفتره اللي فاتت في حمايه الامن القومي وحمايه البلد. رحت عند عربيات الشرطه ركبتها كلها وعجبتني. كل سنه وانتم طيبين. انا اتبسطت قوي النهارده وركبت عربيات كتير. الحفله كانت حلوه قوي قوي بالنسبه ان انا اول مره اشوف حاجه زي كده وكانت تجربه لذيذه جدا يعني. انا الصراحه شايف يوم جميل جدا والله وحاجات مبهره جدا وخلت الواحد مبسوط وفخور جدا يعني ما شاء الله. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. اجواء احتفاليه سادت ارجاء المعرض حيث امتزج الحضور بين جنباته للتعرف على محتوياته وتجربتها مع التقاط الصور التذكارية التي تخلد احتفالهم بهذه المناسبة الوطنية. والله مبسوطة جدا وسعيدة ان انا كنت من المدعوين النهاردة ان انا شاهد العرض الجميل. انا مبسوط جدا 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 ان انا موجود هنا دلوقتي وفرحان جدا بالعروض اللي انا شفتها. انا مبسوط جدا ان انا جيت هنا النهاردة وشفت العروض وشفت العربيات كلها وركبتها. انا مبسوط جدا جدا وبشكرهم على التعب والمجهود اللي هم عملوه لنا. شكرا على الحفلة الحلوة وشكرا انكم بتحبونا بتهتموا بينا. هذا المعرض الذي امتزج مع حضور شعبي من كافة فئات المجتمع للاحتفال بعيد الشرطة 71 انما هو تأكيد على التطور المستمر في الأداء الأمني والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في ذلك، ويؤكد على أن الاحتفال بعيد الشرطة هو احتفال الشعب بشرطته التي تحميه وتسهر على أمنه. أنا بحب الشرطة جداً وعايز لما أكبر أطلع ضابط. كل سنة طيبين تحيا مصر. كل سنة وأنتم طيبين تحيا مصر. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة طيبين تحيا مصر. مشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع للشرطة المصرية في الاحتفال بالعيد 71 للشرطة واستعراض لكافة المعدات والأدوات التي تستخدمها الشرطة في أداء رسالتها الأمنية، وهو ما يؤكد أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.